اليوم بهذا الفيديو حنحكي عن طريقة الدخول للمواد التعليمية المرئية أو الصوتية. هلأ بعد ما تم التسجيل ببرنامجنا التعليمي الدوائي المستمر، ففريقنا حيرسل لك اليوزر نيم والباسورد الخاص فيك لحتى تدخل للسيستم. بعد الدخول للسيستم حنشوف هون في عنا كلمة كورسز، بعد ما يتم الضغط عليها بيتم اختيار شيء اسمه فارماين بود 2015، و بنشوف هون مجموعة من المجلدات مختلفة الألوان، أورانج، أحمر، أخضر وبنفسجي، بالإضافة لمجلدات تانية حتشوفوها كمان بالمستقبل القريب، حتحوي كمان على مواضيع تانية مرئية أو صوتية ضمن السيستم. فوقت تدخلوا مثلا هون ضمن الفارماين بود، فحتشوفوا جميع الحلقات الصوتية اللي احنا عملناها بدءا من عام 2015 حتى الآن، تمام؟ ففيكم تختاروا الحلقة الأولى أو الثانية مثلا، وبعد ما تختاروهم فيكم تسمعوها مباشرة عن طريق الموبايل من داخل السيستم بالضغط على زر بلاي مثل ما تكونوا شايفين هون، أو بالضغط هون على هذا الاسم، اسم الحلقة يعني، فبيتم تحميلها مباشرة عندكم على الموبايل أو على اللابتوب، وفيكم تستمعوا إلى بأي وقت بتكون يعني، تمام؟ طيب هلأ خلونا بقى نرجع لورا. هلأ بالنسبة للسؤال الشائع، كيف فيكم تتابعوا الحلقات الخاصة ببرنامج الألغاز الدوائية؟ بالنسبة للحلقات حتشوفون ضمن المجلد الأحمر اسمه ألغاز دوائية، حنشوف هون انه نحن واصلين للحلقة السابعة حاليا، وطبعا كل اسبوع في عنا حلقة جديدة. فيكم مثل ما قلت لكم تضغطوا على الحلقة وتسمعوها مباشرة من السيستم عبر الموبايل سواء كان ايفون او اندرويد، او عن طريق اللابتوب فيكم تحملوها بالضغط على هالمكان هذا، اوكي، تحت الشاشة هاي، اوكي. طيب هلا بالنسبة للفيديوز، الفيديوز نفس الشيء، المواد المرئية كمان سواء كانت محاضرات أو مواضيع تانية، مثلا هون المجلد هذا Latest Updates and Research Studies، يمكنك عبر هذا التبويب متابعة ملخصات صوتية ومرئية لآخر دراسات دوائية المهمة المنشورة عالميا وآخر الأخبار الدوائية الهامة التي تبقى دوما على مواكبة مع أحدث التوجهات العالمية. فكمان وقت تضغطوا عليه حتشوفوا مثلا هون FDA News، تمام، بنشوف هون، أوكي، أو Research Studies، هنشوف هالعلامة هي معناتها فيديو يعني مادة مرئية، تمام. فمثلا هون دراسة حديثة تظهر أهمية سادلة بخفض معدل إعادة قبول المرضى في مركز أينشتاين الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية، فبتضغطوا عليه، بعد ما تضغطوا عليه بتشوفوا الفيديو كمان مباشرة هون، أوكي، شايفين كيف؟ هلا فيكم اليوم بهذا الفيديو الجديد، فالفيديو فيكم انتم تشوفوه مباشرة او تضغطوا هون على هذا اللينك وتنزلوه عندكم على الموبايل او على اللابتوب، اوكي، وتشوفوه ايمتى ما بدكم. هلا بالنسبة للمجلد الثالث والاخير، فهو او المجلد الرابع، مواضيع دوائية متنوعة. في حال كان عندنا مجموعة من المواضيع الدوائية المتنوعة فحتلاقوها موجودة هون كمان، اوكي، سواء كانت مرئية او صوتية فيكم انتم تشوفوها. فالسيستم ما حيحوي فقط على هالمجلدات هدول وبس، حيحوي على مجلدات تانية وتصنيفات جديدة، لأنه التعلم معنا مستمر وكل يوم في شيء جديد، فتابعوا معنا دائما. مثل ما قلت لكم الألغاز نحن عم نناقش هون مجموعة من الألغاز الدوائية، بيتم فيها عرض السؤال والإجابة عنه بشكل مبسط ومختصر وقابل للتذكر، تمام. هلا بالنسبه للريسيرش ستاديز كمان مهمه للاشخاص اللي هن سواء كانوا باحثين او الصيادله لحتى يعرفوا شو اخر الدراسات والتوجهات بالعالم. المواضيع الدائيه المتنوعه كمان مفيده وحلوه، هون نحن عم نناقش موضوع بكل حلقه، اوكي، اما بالنسبه للغاز الدوائيه فهي سلسله، فما في عنوان لك الحلقه وانما هي عباره عن حلقات متتاليه. فيكم طبعا انتم تسمعوا اي حلقه، مو ضروري بالترتيب، ولكن مثل ما قلنا ما له عنوان الحلقه، تمام. اما بالنسبه للمواضيع الدوائيه المتنوعه فكل موضوع له عنوان خاص فيه، فيكم انتم بقى تختاروا الموضوع. برنامج فارماين بود هون كمان بيحوي على الكثير من المعلومات الدوائيه المفيده، كمان فيكم انتم تستمعوا له. ف متابعه هالمواضيع هاي تحتاج منكم اقل شيء 3 او 4 اشهر، بس لو خصصتوا كل يوم من وقتكم ربع ساعه او نص ساعه او كل يومين ساعه مثلا، ففيكم انتم تلحقونا باسرع وقت.
فنحن مستمرين وكل شيء عم يتم يعني عمله حتلاقوه موجود ضمن السيستم، اوكي؟ حتلاقوه ضمن السيستم. وبالنسبة لطريقة الدخول للسيستم هي موجودة ضمن الفارمايند سيستم، ففيكم انتم تنزلوا ملف البي دي اف وتقروا الطريقة ستيب باي ستيب، وبعدين مثل ما قلت لكم تضغطوا على كورسز، بعدين تختاروا فارماين بود وتشوفوا المجلدات هاي او المجلدات المستقبلية الثانية اللي حتكون موجودة بهالمكان هذا، تمام؟ سواء كان فيديو، سواء كانت صوتيات او اي شيء ثاني. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ووضحت لكم كيف فيكم تتابعوا كل اللي فاتكم. مثل ما قلت لكم اهم نقطه هلا هي اول شيء التسجيل ببرنامجنا المستمر، بعدها فريقنا حيخصص لك اليوزر نيم والباسورد تبعك، بعدها حتدخل لسيستم فار مايند الجنرال، وضمن السيستم حتلاقي ملف بي دي اف بيوضح لك طريقه الدخول للمواضيع المرئيه والصوتيه بالاضافه لطريقه الدخول للفارماسي جيم اللي لازم يكون فيها معدلك اكثر من 70% مع نهايه كل سنه حتى انت تحصل على الكود الخاص بالسنه التاليه. في حال ما كان معدلك 70% مع نهايه كل سنه من برنامجنا المستمر، لانه هو حيستمر على مدى سنوات عديده، فمو هو والله سنه سنتين وثلاثه او خمسه او عشره، لا هو مستمر دائما، فهو continuous professional development لحتى نكون يعني عن جد مميزين كصادلة مختصرة على صحيح المعلومات الدوائية بشكل موثوق واحترافي. فحنشوف هون انه كل فترة حيكون في مواضيع جديدة، وبالتالي وقت يتم الدخول للسيستم حنشوف كل شيء فاتنا ونتابع كل شيء. لو مثلا انتو كنتوا جداد ضمن برنامجنا التعليم المستمر، ففيكم انتم تتابعونا من محل ما وصلنا، او فيكم انتم تخصصوا الوقت الكافي واللازم لحتى تتابعوا كل شيء فاتكم، اوكي؟ فبتمنى انه الكل يكون محقق معدل 70% ضمن الفارماسي جيم لحتى يقدر يحصل على الكود الخاص بمتابعه السنه اللي بعدها. في حال ما حققت 70% فانت بهالحاله هاي بدك تعمل ليفلز تانية تجتازها لحتى تحسن السكور تبعك. وبنهاية الليفل حنعرف نحن معدلك الوسطي، لأنه هو عبارة عن وسطي جميع السكورز الخاصة بالليفلز اللي انت عملتها. كل ليفل بتحوي بين 50 ل 100 سؤال multiple choice questions. طبعا الأسئلة هي مو كلها من ضمن برنامجنا التعليم المستمر، في أسئلة كمان خاصة بخبراتك أنت يعني أثناء ممارستك، كمان أنت لازم دائما تقرأ وتطور حالك وتطور معلوماتك، زائد أنك تخضع للأسئلة هاي وتجاوب عليهم بشكل صح لحتى تحسن السكور تبعك. ففي حال مثلا أنت كنت بالليفل رقم 7 بالفارماسي جيم وكان معدلك لنقول 50%، بالليفل اللي بعده جبت معدل 90%، ف 90 زائد 50 تقسيم 2 بيتحسن معدلك، اوكي؟ ف بيرجع 70%. بس لو انت كان ادائك بكل المراحل سيء فاجباري المعدل النهائي حيكون سيء، اوكي؟ فمو مشكله لو انخفض معدلك بليفل معين وارتفع بليفل ثاني، فهذا الشيء جيد بيكون. بس ضل عم ينخفض وينخفض وما في تحسن، فانت بالحال هي لا، بنقول انك انت لازم تتابع معنا اول شيء المواد التعليميه بعدين تعمل الليفلز، اوكي؟ في ناس لا، هن بحسوا انه معلوماتهم قويه مثلا او عندهم ثقه بمعلوماتهم وخبراتهم، ففينهم يبلشوا مباشره بالليفلز، اوكي؟ فالمعدل النهائي هو وسطي كل هالليفلز هدول، كل هالليفلز هدول بناخذ نحن الافرج بشكل اوتوماتيك وبنعرف معدلك، وبعدين على اساسه بنرسل لك الكود الخاص بالسنه التاليه، اوكي؟ مثل ما قلنا سالوني انه انت لو ما كنت محقق ال 70% شو لازم تعمل؟ تنتظر للليفل اللي بعده حتى يطلع الليفل اللي بعده. احنا واصلين هلا للليفل نمبر 13 او 13، وقت ينطلق الليفل 14 حنعلن عن هذا الشيء وفيك بقى تحسن معدلك. لو ما تحسن بدك تنتظر للليفل رقم 15 او 16 او 17، وبقى حسب بقى مهاراتك وشطارتك يعني واجاباتك الصحيحه، هذا الشيء بيعتمد عليك بقى. نحن ما حنرسل الكود للاشخاص اللي ما حققوا فوق ال 70%، اوكي؟ هذا شرط اساسي ضمن برنامجنا التعليم المستمر، واضح؟
فبتمنى الكل يحسن معدله ويطور معلوماته الدوائية معنا بشكل دائم. أكيد طبعا هعمل فيديوهات تانية، تابعوني دائما، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. Thank you really for watching and stay tuned.